3 جنرالات وعشرة ضباط في الجيش البولندي أقيلوا من مناصبهم بعد أيام قليلة من عرض تقرير لجنة التحقيق في أسباب تحطم طائرة الرئيس ليخ كاتشينسكي في نيسان أبريل عام 2010 بسمولينسك غرب روسيا. نتائج التقرير أطاحت كذلك بوزير الدفاع البولندي بوغدان كليخ في وقت سابق، إذ اتهمت الفريق المكلف برحلات كبار المسؤولين والتابع لوزارة الدفاع بالتقصير في عمله. بالنسبة لي هذه القرارات هي نتيجة لتقييم لجنة عمل برئاسة وزير الدفاع توماس شيمونياك، وستتبعها قرارات أخرى. كما أني وقعت على مقترحات قدمها لشيمونياك بخصوص مسؤولين آخرين. اللجنة البولندية للتحقيق في تحطم الطائر اعترفت الجمعة الماضي بأن الأسباب الرئيسية للكارثة تقع على عاتق الجانب البولندي، رغم أن الجانب الروسي يتحمل جزءا منها. اللجنة عرضت تقريرا مصورا لوسائل الإعلام كشفت فيه عن سرعة الفائقة للطائرة عند محاولتها الهبوط.